بلشتي بهذا المجال وكيف فيني أنا بلش فيه؟ يعني شو بتنصحي اللي حابب يبلش غير فكرة التدريب؟ أنا بعرف إنه كيف ممكن إني أخذ كورسات ودرب حالي وهيك، إنه كيف ممكن أحصل على فرصة يعني بهيك مجال؟ تفضلي مزنة. هلا اول شيء اذا عم تحكي على الدوبلاج، يعني هلا انا صراحه ما عندي خبره كبيره بالدوبلاج، يعني تقريبا بس عندي عملين. بس اجمالا يعني هذا الدومين ما هو يعني ما هو شيء وظيفي انه انت شرط لازم تستني تقدمي على شيء، يعني لازم انت كتير اجتهاد شخصي. يعني الصراحة أنا مثلا هذا السؤال، طبعا تدريب مهم وأساسي مثل ما حكيتي طبعا، بس أنا هذا السؤال كتير بنسأل إنه طب أنا كيف بدي بلش كذا، وكل يوم بستقبل كتير رسائل. في قطعة ناقصة دائما بحسها موجودة، إنه اجتهاد الشخصي والصبر. يعني موضوع ما هيك بيجي ببساطة، بده الواحد يسجل ويسمع وينشر ويسجل بمواقع ويبعث للشركات ويحكي. يعني ما هو موضوع يعني نحن يمكن بسبب عصر السرعة بدنا كل شيء نتائج بسرعة، ما هو هيك. يعني موضوع كتير بده اجتهاد شخصي على فكرة. بس كتير في مؤشرات حلوة، يعني اليوم عنا السوشيال ميديا، في عنا مواقع الفريلانس، في عنا الانترنت، يعني في خلينا نقول موارد، بس انت بدك تجتهدي شخصيا وتشغليها. لانه هي اذا عم نحكي فريلانس، في يعني في خلينا نقول الشكل الثاني اللي هو التوظيفي، مثلا تروحي انت تقدمي حالك مثلا بشركات. بس اقوى، يعني بنظري اقوى لما يكون انت عندك مثلا بورتفوليو قوي لاعمال مختلفه. فهي الجزئيه اللي هي كتير بيغفلوا عنها، انه انا تقنيا بالصوت واو، بس طب اوكي ورجيني كيف انت بدك تفوت بالسوق. هي اللي بدها اجتهاد شخصي اكثر من الشق التقني بالصوت.